السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير. وصلاح أبوي تريا تحت، تريا تحت، وأنا أبوي أسر أخبار. شو أقول لكم، هل يدلن؟ طب مكتر أنا حد يسر أسمع. شكلهم جميل في البلكونة، هاكم أسد وراشد. تخلص أم وحدة هاشيت، يبعد الحرارة عن الزراعة 85 درجة. صباح النور، مرحبا مرحبا، هاو ار يو؟ شو ولد مالك، شو سميته ولد؟ ها آه. بخيبة محمد سمير علي، وانت اسمك راشد. هي بعد كافينا شرك، شايف مسمي اسم معك نمبر 1 نمبر 1. 85 درجة يبعد حرارة الشمس عن الزراعة، 85 درجة. عازل، قوة العازل اللي فيه 85، لكن الأول اللي عندي الارتفاع 3 أمتار دبلناها الحين 6 أمتار. شو السبب 6 أمتار؟ لأنه عازم شارات الوهرة تيهن كانهن ياسات في تنور فقارة يوم كبرن، فحين رفعناها النمونة بس بعد اكثر على 6 امتار ما يرفع. وحين مشكله التركيب، التركيب هي المشكله، مشكله التركيب هذا اللي تشوفونه. كان حد عنده شور واللي يعرف شركه زين، الحين ياخذ وقت وايد، كل يوم يسوون 3 2 4. نحن 100 طربات، كل واحد 4 في 8، 4 امتار، فوايد ياخذ وقت فوق ما تتخيلوا، ويعطل الشغل، يعني شغله طويله عريضه. لكن يعني ما بغى شيء ودا شيء ودا شيء. انزل كانك خلصت، انزل انت، انزل محيحو، انزل اشوفك، انا ما عندك مهله بس الا مكوز هالنمونه. شغله شغله متعبه. من ينزلون حاسوا الدري هذاك اللي من اكثر طرف هذا شويه وساروبه، يعني وايد شغله متعبه. لازم نفرين لين يحل حلوله من مكانه، لازم نفرين حل حيده، روح ياخذ وقت. تحل حيد هي المشكله. خير بخير بخير. شو؟ سيارة كيف؟ طلعت سيارة كيف؟ اثنين فرشين. هي. أنا شو سوي؟ راشد ما في، راشد يقول هذا شغل هذا. هي عندي شغل وايد راشد. أيوه. أنا شو سوي؟ ود سيارتين. أنت السيارة أنت دري ولا دريوليين؟ اثنين دريبر. زين. عصاد وأنا. زين. سيروا أنتوا أسد. ها. ودوا سيارتين، خلي يقيمهن وردهن. ها. كيف يزيد هذا مرة ثانية كيف؟ تعال تاكسي. تعال في الباص. التاكسي؟ هي. أوكي. شو المشكلة يعني؟ اثنين سيارة شيل، أي سيارة شيل؟ ود الجنس، ود المازدا، ورد ود سيارة صلاح. قيموهن لا تبيعون، شوفوا كم بيبن وردوا علي. إن شاء الله. يلا. أنا أتحرك إلا سرت أنت، ليش هكذا تأخير؟ أنا جي مدرسة بدنا قاسي سيارة مال أنت، أنت ربع سيارة قاسي مال أنت، سيارة ما في قاسي؟ لا. يلا ثانك يو. اسمعك. شو حبيبي؟ لا بعدني حبيبي. ما الحين بساعة واحدة، ساعة واحدة بهيك، نص ساعة نص ساعة. بي ترى اليوم مهندس يبغى يشوفك. ما بالحين أجلنا البيع لين بكرة حبيبي. هي لأن اليوم بيوني جماعة والدريولي مشغولين. زين بتريك له بعدك؟ بتريك وياي؟ الله. يلا حبيبي، يلا الحين بخلص بتحلق ويك. والله حبيبي اليوم لين بروح عمان، عندي شغل. عمان. العصر. ما بالحين بسير بكون في عمان بين المغرب والعشاء. ان شاء الله. زين برايك سير حبيبي. الحين بتسير؟ هي بنزين ترياني على زين. يلا بيك.
ها صلاح هيا كل يدين منو منو يدود يدود موجود رجال عندك ايه يلا الحين جايكم دقيقه واحده دقيقه شو اسم الرجال صلاح زنيد زنيد اسمه شو اسمه عبد الله يلا في فرق بين عبد الله وزنيد يلا حين جاي يلا اول بادي بطالع العمال هم العمال عمال انا اروح عمال بيتنا يعني من عمال من برا وهذا انا شفتوني اليوم صباح الخير واول ما تظهر ابوي هاي شاهدك الزراعه والدنيا والعلم والخبر وهاي الرزه يا حافظ يا حافظ على هالرزه يا حافظ يا حبيب يلا ها مهر ها راشد شلوهن هاي الاجدام الاوليات هاي شلوه هذا الحب شو مخليه اخضر ما شاهدك بسكات شبد السماء شكرا راشد شكرا سوى شركة هذا مهندس يقول 20 بيس ريدي ايوه ايه 20 بيس الساعة 1:30 تقريباً هي ريدي 20 حبة فيه ريدي لا لا شيل 20 كله فيه 100 100 حبة سوينا أول صغير خلاص صغير كنسل سوي كلش هذا ليمون عشان تركيب واجه المشكلة لا لا ما فيه لا 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 ما فيه ما فيه زيادة لا حبة رشيد رشيد 75 75 كبير 75 هي 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 انا في حبة 150 حبة ريسة هي 150 حبة صغير لكن اذا يسوي دبل يستوي 75 اوكي يلا بارك الله فيك بسم الله الرحمن الرحيم هذا الله يحفظكم المقاول ويا الاستشاري جايين على اساس نطالع شو سووا التصميم الاخير للبنيان يلا بنوافيك بالمهام هاي بعد ما حطوها ليش ياسين برا؟ دخلوا داخل حر ابوي لا 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 حر حر صلاة عندك ضيوف ميلسلهم برا ليش؟ ضيوف عندك تجلس من برا السلام عليكم صباح الخير هذا الجو حلو برا ولو كان حلو يا ابوك ما فينا اخبارك الله يسلم شوف جايينك وزعلانين عليك ليش زعلان مهندس ما ابي اشوف السياره اللي اشتراها زين بارك له بالسياره ما خرجوني السياره لا وين 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 يقول حاطنها ورا انا ما اشوف الحينه انا ما اشوف وين وين خلي زريبها اسد يراويها ولا ايلس خلاص 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 يلا بعدين يوم ظاهرين بيطالعون ايش السبني عند الاوادم ليش 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 تقولهم وايد تكلم متى تكلمت انا وايد انا اتكلم وايد انا زين الحين غير وحالك جلبت ترى اليوم ما حبيتني ها ولا قلت لي صباح الخير ولا قلت لي سلام عليك اخوي ولا قلت لي اي شيء تحبيب كله قبل وخذ السياره وحين اخذت السياره راح الاهتمام راح راح الحب وراحت الحبات وراحت اللويات حتى انت يا صلاح راعي مصلحه قليل الله كريم شو هذا بعد بعد من الوزن اللي فوق انت ما صلاح صلاح تعرف هذا الرجال منو؟ هذا الرجال لا هذا ها مهندس وائل كيف تقول قبل شوي تعرفه؟ شو يعني؟ انزين يلا تفضل شو رايك في التخطيط؟ رقم واحد؟ ها موافق؟ مو انا انزين عفوا
آخر تعديل. هاي نضيف الغرفة، غرفة نوم إضافية. أوكي. يعني فوق حين ثلاث غرف نوم رئيسيات. غرف نوم رئيسيات. زين. وصالة. صالة. وتحت ميلس 14 متر. أيوة تحت ميلس هون مكان من الصالة هاي كمان. طلعت الرأس من لوبي صغير هون. إيه نعم. منه نطلع لوين على الراس نسوي هون مثلا إيه فوق الميلس بعد يلسه في مشاهد فوق الميلس مش اليلس مشاهده الجراجات مشاهد الزراعه مشاهد الحديقه ايش رايك صلاح عفوا تري بيدرو طبعا هاي نعملها ناقصه الواجهه عشان الواجهه هذه تكون كلها زجاج الطرف هذا كلها على المطلعه فيها نعم هون جلسه خارجيه نعملها تمام المطلعه ان شاء الله ان شاء الله بيبي وين حق شو شو خيمه انت ايش بلاني بيشلون هالخيمه هاي كامله انت دوه برا وين اروح اليوم اليوم هي بروح عندي شويه شغل شويه وخلاف المغرب العصر بسير عيمان محمد هون بتجي الغرفة هي هي منظور خارجي إيس إيس قر خلينا نخلص هون بتصير الغرفة نعم وين مطلين على جهة الحديقة مع جهة البلاك إن شاء الله إن شاء الله إذا الله جعلنا من الحي إن شاء الله ها صلاح نمبر ون شكرا أستاذ وائل الحين اعتمدنا المخطط وخلصنا شو الإجراء في البلدية هل في صعوبة هل في يخلص شغلنا بسرعة ولا في تأخير ولا في برنامج معين عندهم إجراءات البلدية الحين حاليا صارت سريعة جدا الحمد لله على قانون على صار في برنامج جديد اسمه برنامج الميبس والمنصة الحكومية الموحدة نعم. أول شيء بندخل ناخذ موافقة الموقع موافقة الموقع تأخذ من أسبوع 10 أيام بعدين ترخيص إذا كانت كل الأمور لا يتعدى يوم أو يومين بيعطيك ترخيص نظامي سريع يعني زين ونبتدي متى؟ نبتدي طبعا بس أخذنا الترخيص مباشرة نبتدي مباشرة يعني الحفريات والهدم القديم وكل شيء إجراء الترخيص يوم يومين بالبلدية مو أكثر يعني الله يواليك العافية إن شاء الله مشكور يا باش مهندس أستاذ وائل ليش الناس يقولون والله موضوع البناء وايد يتأخر والإجراءات والترتيب والتراخيص شو السبب؟ هلأ من فترة تقريبا 8 أشهر هلأ صارت البلدية سريعة جدا هلأ البلدية كمان حتى بالنسبة لأي استشاري يعني عطوه مدة يعني 10 أيام بيخلص كل المخططات يعني المفروض بعد اعتماد مالك المخططات واعتماد مالك المخططات ومجرد انه ارسال المخططات للبلديه يومين ثلاثه تخلص يعني الحمد لله مو اكثر من هيك يعني الحمد لله بارك الله فيك وفي البلديه كم اليوم ابطوا هاي الجماعه اللي ظهروا من عند المهندسين وسوالف وعندك ودونك واتفقنا وخلصنا يعني وان شاء الله حاليا في اطار ان نظهر تراخيص ومخططات وعزرائيين واعتمادهم يعني قالوا لي إن شاء الله خلاص عقب قلت لهم الحين لا تكسرون شيء ولا تشلون شيء إن شاء الله إذا الله جعلنا من الحيين عقب العيد ابتدوا مدة الإنجاز 7 شهور آخر شيء قالوا سنة قلت لهم 6 سنة وايد خلصوني بست شهور 7 شهور بالكثير قالوا إن شاء الله وبنسوي ثلاث غرف ويا صالة بملاحقهن وتحت غرفة وبخار عود كم مكبرة هذا تحت والميلس هذا بنكبره بيازم يعلى الله يحفظكم بدال حين 7 أمتار طوله بنخلي لين هناك الصك لين الخصم هذاك تقريبا 13.5 متر كنت ابغى 14 لكن بدناك بيكسر على الحمام سوينا غرفة بعد صغيرونة في الحمام في الميلس هاي اللي نحن فيه حمام ومقاسل ما يستوي لبينة يصير لين الغسل يدي يوم بيتغدى والأشيات على فكرة هذا ما بميلس الرئيسي هذا ميلس نروحنا مال اليومي لأن الميلس الرئيسي بيندثر وبيخيس من كثر الدوس فلذلك لازم يخليه لشيء يمل ما بكل شيء ينهمج ويخترب ما يستوي والحمد لله لله رب العالمين توافيج من الله لقطنا الشركة فيها خير منخلص التراخيص ومنجهز كل شيء بنرمس عادة شو اللي استوى شو على كم تقاطعنا شو بيسوون شو ما بيسوون شو طريقة الدفعات شو الوادم يسوون شو تفكر قلت لهم حتى تخبروني الكبسات مال
مال التليفون وين بيكون، مال التليفون مال التلفزيون وين بيكون، مال المخارج الكهرباء وين بتكون، كل شيء بغيت الأخطاء اللي طحت فيها قبل ما بأطيح فيها إن شاء الله المرة هذه إذا لجع علم الحيين. الله يحفظكم. كان عندي شوية شغيل صغيرودي في المرور، ما رمت أظهر، ما بني ما رمت أظهر بسير، لكن قلت في خاطري يعني الحين وراي طريق عيمان وما في أي لسهتش عمري هاي لسهفت في الشموس، قلت اليوم بريح عمري، رقدت الحمد لله رقاد زين اللي هو ما يستوجب علي أني أهتشر القايلة أو أني أقيل. فقلت في خاطري إن شاء الله من أصلي العصر بتوكل على الله، أريد أوصل عيمان بين لدانين بين المغرب والعشاء، يكون أني أصلي المغرب هناك وأتخلف للجماعة وأني أرد إن شاء الله إذا الله يعلمه. وأنا راد عاد يمكن أخطف دبي أسير أسير سيتي ووك ولا أسير هذاك اللي في الجميرة الجديدة فاتحينه، نسيت شو اسمه، جايين هنا هاك اليوم عند وجه نزل بالتحت حق نعرف شو هذا، أو أنا عارف لكن بربي العرب، هذا أبوي هذا بارك الله فيكم فقع، هذا الفقع جاي يعني طالع عماركم من أذربيجان هدية من محمد بن علي الكندي المرأ من أذربيجان، ياي هذا من هالرجال طيب ويزاه لك الخير. ما شيء رقم تليفون ولا ما شيء رقم ولا شيء يعني حفيظ ما كذا بكادو، ها هذا رقم يونايتد عرب إمارات ولا في وين هذا، هذا أبوي من عندهم يا أبوي هاللي تشوفون. sit down sit down okay now okay good قال لكم يوم بيسوي شيء غريب بخبركم عنه. This is شوربة شو؟ كارت بسل سوب. كارت عرفنا بسل what is بسل؟ يا ربي بتأخر؟ يا رب كبكري عادة. شو هذا؟ ريحان، هذا ريحان مشموم. This is كارت بسل والبسل بلندت سيت داون عادة سيم تو سيم بويل together onion garlic black pepper basil carrot and stock ايوه all together boil and blend. Thank you. Thank you. انزين اليوم عبنا نرويكم شو المميز عاده في غدانا، هذا ما ادري يسموه البسل سوب خلصنا منه، هذا الله يحفظكم مضروبه، مضروبه شو؟ مضروبه على لحم والاهم عن هذا وهذاك لحم شو؟ لحمة حوار. أكشوها يقولك ما تتقاود ها. لحمة حوار مضروبة على لحمة حوار. تعرفون شو يعني تنشب في اللها؟ تنشب في اللها ها. لحمة حوار شيء لا صار ولا استوى، هذا هو غداي اليوم قايل لكم يوم الغداء شيء عادي ما بصوره، شيء مميز بصوركم اياه. هريس شكرا. Thank you. It was very good soup and مضروبه اليوم بعد رقم واحد. Thank you. ترى على فكره المضروبه على طحين بر. الطحين بر وكويكر مخلطنا 30% طحين بر وكويكر اللي هو الشوفان 70%. حسب شي قدرتها تتقاود لكن عاد مكرمينها في اللحم. رائع المطعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ أهنيك على هالمشروع الفنان الغاوي الأكل المميز، لكن شو السر طعم لحومكم تختلف عن أي لحم أنا كذا طعمته داخل الدولة وخارجها ما عدا الواقيو. الواقيو في اليابان طعمته نفس الشيء بالضبط، شيء متغذي بطريقة طبيعية، ونحن ترى العرب نعرفها اصلا هذا لحمنا العادي، لكن احيانا المطاعم ولا اي مكان اخر يفكرون طريقه تجاريه فيحاولون يوفرون من التكلفه.
نعم مفهوم تكلفة، لكن احنا ما ننظر موضوع التكلفة كثر ما ننظر لأن اللي أرضاه على عيالي طال عمرك وعلى نفسي أكل. نعم أبال الناس، هذه أصلا فكرة المطعم. لذلك احنا حاطين شعارنا طال عمرك كل شخص يستحق أكل منزلي ويعامل كثر من العائلة. سبحان الله، هذا هدفنا طال عمرك. يعني الله يوفقكم. طعم اللحوم عندكم غريب بدون قياس، يعني طعم عيالي. سبحان صح الله. ولا لا ابو محمد، ما بهاي الاشارات اللي عندك ليداد مزروعات قدام الفيلا، شوف هذه الاشارات اللي عندك وهذه بعد، شوفن الشارات اللي عندك يا ابو محمد. وهذا بعد هذه رسالة جايت لنا الحين واتساب مطرشينها عاد الدريول. السلام عليكم بابا احمد الشحي مدرسة الخيمة، سي سلام مشان انت كثير وسي سلام وقول خبر بابا خالد احمد الشهيد مدرسة الخيمة. عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا احمد يا الشحي، تحياتي لك والبلاد اللي تنتيت منها حكومة وشعبا، بارك الله فيك. ابوي قبضنا ودرنا خط شارع الشيخ زايد، ودرنا الخط الثاني مال شارع الشيخ محمد بن زايد، وقبض تبوي حين الشارع العابر اللي هو هذا اللي جديد العود منهن حين يسمون الخط العابر، كان خلفوا اسمه الله أعلم. الشارع وايد فنان وهادي ولا في زحمة ولا شيات، ورقم واحد لك رقم واحد. يقولون هذا الشارع يظهر كسيد على عيمان، وين نحن مقصدنا والوجه إن شاء الله. الأمور طيبة والشارع طايح وما حد يقول لك وين أنت سار ولا وين أنت يعني. أقولكم ترى اسم شارع الإمارات سموه، الأول اسم الشارع العابر وحين أبوي سموه شارع الإمارات. العنوي على الله يحفظكم لعيمان لأجل تأدية واجب عزاء في المرحومة إن شاء الله آمنة بنت راشد بن ثاني الشامسي إن شاء الله. اليوم عاد ثاني يوم العزاء، المفروض أمس هي غير أمس، الله يحفظكم في تيام البحر، ما الله كتب لي نصيب. أكيد إنه بيكون آير وأخير، لكن الخير في مختاره الله. المطعم ليت أسبوع اللي خطف شاورما جريل هاوس، لك 600 سناب يتخبرون وين الموقع أنا حاطنه هاك اليوم، خبرت عنه وحطيته في الانستغرام وخبرت انه علمه وخبره وكل ما يخص المطعم انا طريته هاك اليوم. غنيت يمكن ثلاث ساعات على تلا بما يختص بالمطعم هذا. المطعم هذا زين وفنان، مطعم شاورما جريل هاوس. وين موقع في شارع جميرة عدان مسيد حياة حميد الطاير، مرة ملاص قلنا بين هذا وهذا اقل عن 10 أمتار. المطعم أكله في منتهى الروعة، وعديت الرمسة هاي ودي وديتين وثلاث. شو رأيك في الأكل؟ ترى الرمسة مطعم شاورما جريل هاوس ينخذ رأيي أقيمه كجودة أكل وطعم الأكل. أنا ما أتكلم عن الموقع في جميرة، بعد وين الموقع في جميرة بعد شيء أخر من الجميرة. الجميرة والدليل والنعت وين متسيد حياة حميد الطاير وفريج كله عرابة وفريج عوادم فيها خير والمطعم مخطف طريج. ما بدك احنا بسين بخناخيج وتازم تيلس في باركن وفي اخر مخطف طريج وانت ساير بوظبي والانتظار ولا انت جاي من بوظبي. المكان فنان، المطعم الفخامة اللي فيه عادية، لكن جودة الاكل من أجود ما أكلت في حياتي مذاقا للحم. أنيت من كل شيء موجود عندهم
مميز ولا شيء فيه عليه منقود. نسيت أكمل رمزتي لكم، الأكل تروم تصير للمطعم هذا بدال المرة ألف مرة. شو السبب؟ لأن أكلهم مميز وتحس إنه أكل بيت، ما بأكل مطعم. أكل إنك تأكل إنك الشوارما تأكله يذوب في الفم ما تلوجه، والريش زبدة تذوب في الفم. ناهيك عاد عن الواقيو، وناهيك عن باقي الأطباق اللي عندهم، كل شغلهم فنان فنان وخفيف، وينسار لبدال الودي حتى ألف ودي. نعم حطنا في ذمتي، في ذمتي ومحاسب عليه إلى يوم الدين، إن الأكل في منتهى الروعة، ولو ما يرزى ويستاهل ما قلت بسير لثاني وثالثة، لو حتى أمية ودي والله لسير. إيه نعم ليش لا، أكلهم فنان وغاوي ونظيف، ما فيه شحوم ودهون وسقم وطحنة الزمان. عاد هنا كذا وصلت لخيمة العزة، خلصت الجماعة، وهذا على الله يحفظه. تعال يا تعال تعب كبرك، هذا على الله يحفظه عبد الله المطروسي، حسن الله عزاكم يا على الله، ان شاء الله يصبركم على على هالمصيبه والخلف عليكم ان شاء الله بخلف الصالح. الحمد لله الله يحفظكم ويبارككم. ودي والله اتلاقى وياكم من متى الحين حتى واصل، ودي اتلاقى وياكم في فرح. النصيب لكن الله كريم، النصيب الله كريم، قدر الله ما شاء فعل. بنربيك ريال، هذا عنده فيديو ايه. والفيديو غريب، وحين عادة بنصور للجماعة بنربيه وياه. زين لحظة، الفيديو هذا الله يحفظكم، أنا في لندن مسوينه، متى هذا السنة؟ في لندن في رأس السنة، في رأس السنة يعني الولد ريال. حين بتشوفون التلهس كله فيديو بنت رشيد، عادة هي اللي متوفية. يا ربي أسمين طول الوقت، وهذه بنت الباحة من عقب ما يعني التصوير، ما دريت إن هالريال يا الله يرحمها. نحن لو دعينا لها طول العمر والسلامة، حين نطلب من الله سبحانه وتعالى ومنكم انتم يا المتابعين كنت تتغفرون وترحمون على بنت الجيل، جزاكم الله كل خير. الري هذا اللي توي مصور لنا في راس السنه، عادي يخبرني عن حياه بنت رشيد، انها تتابعني وانا في المستشفى، وانها يعني تعبانه، وانها يعني متسليه بالمتابعه، يعلها الجنه. اللهم لك الحمد. وهذا الاعلامي المتميز احمد جوكا، بارك الله فيك. وين تساير نتابع ابوي هالريال جاي الحين من وين؟ ابو ظبي. جزاك الله خير، يعني الله ياجرك ويحفظك، قولك راعي واجب يا بشار، طول بعمرك، الجماعه يستاهلون الوصله. يا الله الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. هذا الله يحفظكم رشيد بن غانم، الله يسلمك، او راشد، على 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 يد على ابو المرحومه، على ابو وهذا ولد المرحومه، وهو راشد ويصغرونه برشيد. لا اله الا الله، وانا بعد خذيت الاسم والكنيه. جزاك الله الله يطول عمرك، الله يسلمك ان شاء الله. على الله يغفر لها حياه الوالده، امين اجمعين ان شاء الله، طول بعمرك ويخلف عليكم. والوالده هناك كانت يوم كانت تعال في بانكوك، هي حرمه كبيره، وعلمناها على السناب عشان الخادي. سبحان الله، كل يوم يعني تشوفه مرتين ثلاث، سبحان يعني تعيده. لا اله الا الله، زين وعادي حطوا لي على خلوك. لا اله الا الله، يا الله يغفر لها الله يرحمها ان شاء الله. والله من تنش الصبح تمشي يعلها الجنه. شوف هذا عبد الرحمن السويدي، انا تدري متى الديبه؟ الديبه من السبعينات والثمانينات، ما شاء الله ما شاء الله، سيارات ويايات وسفرات. هذه عيبك في طال عمرك في الكلام وفي السفر الحين. عبد الرحمن هب من اليوم علاقات قويه ويا العرب، عنده لسان يقطر عسل. لا وانت بعد ما زي انا تلميذ ابوي عند هذا، هاي يقول كبيرهم علمهم السحر. هذا طال عمرك عندك، وانت تستلطف الجو الطيب الحين ضروري على الله يحفظك. نحن سمعنا عنك اخبار وايده، انك تراث وتاريخ ايمان كله عندك، طول عمرك الدوله كلها والخليج كله تبارك الله. نبى ان شاء الله وقت فرح، نبى ان شاء الله انيك تاريخ انيك على 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 فرح وعلى اناسه وعلى شراغه ونيلس ان شاء الله.
دول الخليج خاصة والدول العربية كلها وأوروبا كلها إذا بغيت ما شاء الله عليك كلها الحمد لله معجب معجب بالهذا يا رب الله يبارك الله ومن كل الاتجاهات جزاك الله خير بر وبحر وبر ورياضة وثقافة وتاريخ وتجارة الحمد لله تشوف لي كل يوم أحد بتشوفني في المجتمع الصبح الساعة 10 كل أحد كل أحد الأحد هذا شو اسمه شو اسم البرنامج برنامج دار الصباح الخير اسمه صباح الخير في سمة دبي صباح الخير التراث أيوة زين توكل على الله حياك والدي متعود نمت على الأسناب وخالد حطينا هذا أنت كم واحد من المشاهير نعم لكن أنت مرة من نفس الصبح الله يغفر لها الله يغفر لها دلعك تبي كلمك ما عليه علها الفردوس لا لا علها الفردوس من طولي هاخلوه الحقلة والله بين الليل تريدك يمكن 10 مرات سبحان الله سبحان الله والله والله خير وسليت الحمد لله مستانست عليه يعلها الجنة يعلها الجنة يعني الجنة كانت والله من يعني أكثر أظني سبحان الله مع ياسين على الشحينة محمد شوكة على يساري تبقى تقول شيء حق اللي خذوا دوري البارحة استاهلون دوري والله أم العينوي كلها تستاهل رايك والله حدث عجيب ما في حد مثلهم سبحان الله يستاهلون 13 بطولة وهم ساسبوا الكرة عدم والله مو مجاملة والله جزاهم الله خير قول لي من ما أخذ الدوري من ما أخذ الدوري كثيرهم غير العين ما حد لهم 13 بطولة والكاس دور دوري ابطال اسيا كله بطولات ما شاء الله في العين المبروك لرئيس مجلس الاداره والقائمين عليه من الشيوخ لين اصغر واحد في الناس جزاك الله يستاهلون ولك انت بعد مبروك يعني الله يبارك فيك كل البنات صوبك يعني الله يسلمك ما في مقارنه تشتهي نفسك وين من بس يعني تشتهي نفسك بس ابوي انا بس علي حبيبي انا بس يغذيك يعني الله يسلم يطول بسيف يغذيك يعني ما خلا من هذا هاي فوق وين جاي تنكر وين جاي تنكر مالي هاي فوق غريبه من الناس عزاز احاول انا اقول اشوف اشوف ان الخدمه خدمه غير نمونه جزاهم الله خير ما يمنع ان الواحد يحط مايوب حق الليون العرب حد ترى حد جاي من روس ليباد حد من خصب حد من كمزار حد من الفجيره حد من دبا حد من السلع حد من غياثي من ليوه من ابوظبي لا بد اللوادم يوم بيون لا بد لهم على انهم يعني بيوالمون اللي بيوالم وييته ييت على على وقت غدا ولا عشاء لازم ان اللوادم بتكون بالواجب هذا شيء وايد ضروري مستعيبا يا من الناس يقولون والله يقولون والله ما يستوي وقت العزيات الاكل كيف يعني ما يستوي وقت العزيات الاكل اللي بي حين عبد الرحمن انا اقول اللي بي حين مثلا من السلع ولا من طريف ولا من ليوه فيوصل عند مكان لا يمر مطعم الهندي احسن تراني يقولون وانا لا ما حد يحط الاكل ولا وقت بنعمة ربك فحدث عن الرمس الوايد هذه الرمس اللي يتكلمونها الناس انت روحك ما شاء الله عليك تراث وتعرف هذا هذا عز الحريم هذا هني يعني هذا ما شيء تصوير سامحوني بس يلا جدة متى بيك هني بتريع عند الباب انت كيف حالك الحمد لله زعلان عشان ماما سلام عليك لا تفكر كيف حالك الحمد لله انا شو انا ماما صديق انا اقول واحد اليوم هذا ماما صديق سبحان الله يا الله يصبرك يا ابو حسين الله عزاك انت يا ابو تمشي كله يلا في مال الله يلا الف لا باس عليكم يلا مع السلامه جماعه ما قصرت يا ابو قصر عنكم الشر في مال الله مال الله تعال ياي تعال ياي لا 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 ما بعلى هواك لا اي نعم ابو عبد العزيز سلام عليك خالد القصار عليكم السلام الله كيف حالك كيف ما شيء هذه لا اسمك الا بوقه انزين الحين انت جبتني على غفله جبتني عند وادم لا قلت لي هذا فلان ولا قلت لي هذا علان الحين لا لا هاي دق الحديد هذا الرجال منو اللي جبتني عنده العقيد محمد رحمه شويهي ما شاء الله ما شاء الله كثير عام السجن كان مدير سجن المركز ترى الشر لا يعاد من سجن لا مصلح مصلح
مصلح قول لي. مصلح بالفعل. مصلح ها؟ المصلح يعني؟ المصلح المركزي. ما شيء مصلح. لا 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 لا. زين لا 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 يا أبوي. تباركت تباركت اسمي لبيت. عليه رضوان من الله. يعني الله يهنيكم. هذا حين بيت. ها مزرعة. هذا قصر. هذا البيت الفنان يسوالي يا ابوك. هاي يبالي اربع حريم. ما بالله وحده. لا يكون انت وحده. يا ويلي. يا ويلي. يا عثراتي. ابوي انا اسوي سوالف. اقول لابوي الزوج اربع وما. الله يرحمه. هالشد. بالله عليك. حياة ابوك ماخذ اربع. وقصبنا. وانت متروع. لا خايف. يصيبك ما صاب الوالد. كنا اخوان ما ايتهم وحده بس. بالله عليك. الله يحفظك. يبارك فيك. راح نبرك ان شاء الله. هاي الاولاد منو؟ احمد ابوي. انزين احمد. بعد اسمك كامل. احمد حمد بن علي شوي. والنعم. وانت؟ ما شاء الله عليك. همسه من الشيخ زايد بن ناصر الشمر. والله والنعم. مرحبا مرحبا ابو مريم. همسه من الشيخ زايد. اخر العقود. محمد فاضل. ما شاء الله ما شاء الله. تباركت في هالمسكن الغاوي الفن. وين يتك هالبصرة؟ وين يك هالفكرة انت؟ هذا كل الفضل. هذا الخير كل اللي عايشينه بفضل رب العالمين. الفضل زايد. اللهم لك الحمد. إيه الله يعلي الجنة. الله الجنة ان شاء الله. الجنة يا رب العالمين. ان شاء الله. امين. ويحفظ ان شاء الله. ان شاء الله الحكام كلهم. امين. ويحفظ ابو عمار ان شاء الله. امين يا رب العالمين. ويحفظ ويحفظ العيال. فضل الشيخ حميد. امين. الحمد لله. تستاهلون. والمرزج الله سبحانه. هذا كلهم ابوي وسيله. لو ما الله يريد لك ما استوى هالشيء كله. الرزج والحلال والعيال والاستقرار والامن هذا كله من عند الله سبحانه وتعالى. بني ادم اللهم انه وسيله هذا. ياسين اليوم. ياسين اليوم نتغدى احنا زين والشباب كلهم اللي في البيت يتابعون على الغداء. زين. هذا اليوم بس. شغليني وانت تطبخون. بيربوني صور. يا اول بادي. ها لا 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 خلاص بنطري بن مراد. الشيخ زايد 82. وهذا منو؟ يوم يفتحون التلفزيون الوالد. وهذا الشيخ احمد. وهذا الشيخ حميد 80. هذا منو بالعسكري؟ محمد رحمه. محمد هذا انتهى؟ ما شاء الله عليك. وهاي عيمان. هاي هذا كان يدي قبل 80 سنه. 80 سنة. قبل 80 سنة. قبل 80 سنة. وها فلاح بن زايد. الله يطول بعمره. وزايد. إيه حيا. وها الشيخ راشد بن حميد النعيمي. يلا يطول بعمره ويحفظه. وسنيده شيخ الشباب. ما شاء الله ما شاء الله. هاكل هن شهايد. ها الشيخ حميد. أكثر مني. إيه هالشيخ. وهالشيخ راشد. تستاهل تستاهل. وهذا نائب مجلس وزراء الشيخ سيف بن زايد. الله يطول بعمره. الحين العقيد كم عليه من النيو؟ بنتين وطير ونجمتين. غير ونجمتين. وهذا البطل حماة الوطن الطيار علي. الله يطول بعمره يحفظه. يسلم لك إياه. خليه إن شاء الله. ما؟ رحمه. هاي يدكم رحمة شويهي. وهذا الوالد علي برحمه. ما زين الا صورة ابوك يا ابوك. هذا يا الله يرحمهم. يا الله يرحمهم. يا الله يرحمهم. وهالشيخ سيف بن زايد الله يطول بعمره. هالشيخ سيف يحفظه. وهالشيخ سيف بن زايد.
هذا شيخ زايد شيخ سيف وهذا شيخ راشد. الله يحفظ الشيخ آمين يطول عمر الشيخ خليفة يحفظ إن شاء الله عمار يحفظ الشيوخ كلهم يبارك فيهم ويخليك يا أبوك من الشيء كله أنت يا أبوك يخليك من الشيء كله بركة يا خالد يا الله يبارك فيك تباركتوا على هالمكان الزين يا أبوك. هلو أنا ما بظهر من هالبيت حتى 10 سنين 10 سنين ما بظهر حياك الله تباركتوا أبو علي استراحة هاي الحين استراحة مسمينا استراحة لا يا أبوك هذا يا أبوك شايف لنا بيت الأدب ما شاء الله ما ترى شيء بعد وايد هني ما شاء الله تبارك الرحمن هذا الحين هذا بنص مواطنين بسطاء الحمد لله اللهم لك الحمد هذا كله فضل من الله يعليه الجنة أبو خليفة يعليه الجنة لو ما هو ما استوى هذا كله اي نعم فضل العامين وفضلهم كلهم الحمد لله رب العالمين تعبر على الدولة الحين هلا انا خاطفه يوم خاري هذا العلم هذا في بيتك والله العظيم ان الدنيا تحرى في وزاره ولا شيء وين بلع عليك وين بلع عليك يا رب هذا شو الحين اللي هنا هذا ساري يا مال عمان ها في وين الحين تحريت في بيتك زيغتني يا ربي تبارك الرحمن يعلى الله يهنيك في بيت تنحط فيه الزراعة ويعد له الذوق الرفيع اللي غدي فنان شو زراعكم بعد نغسلهم على الغبار هي لازم الشيار ترى حليلة يتنفس غسلتوه اليوم سنة المسيد قلت له غسل لها غسل الأول وغسل الشيار اليوم وين عرفت هالمعلومة معلومه يتنفس الشرف عليه اي والله عن الغبار يتنسخ فقير يتنسخ يا شوف ما شاء الله ها دوار الشمس قال ما شاء الله في هالارض الطيبه لازم بي شيخ عمان ارضها طيب وهلها طيبين وناسنا كرام ويواد الحمد لله رب العالمين تستاهلوا قع 100 مترين ها هي مترين ما شاء الله شوف سبحان الله اسمع الشريشة قولهم الشريشة ما يبات فيها ولا طير ولا أي كائن ليش طاير أبدا سبحان الله الوحيدة ما عاد الشريشة إيه أبدا ما يبات فيها الطير ولا يسوي عش ليش الشرى الوحيدة سبحان الخالق ما عاد الصح بس حلون عليها مستحيل والأنبيت ما يبات ولا يسوي فيها عش ما يبات ولا يسوي عش سبحان الله ريحتها تبارك الرحمن أروح ريحتها ما شاء الله باردة غادي ريحة البيت خلينا شكرا يا نسيم بارك الله فيك يا نسيم هذه يا عمرك 16 سنه كم عمرك يا نسيم ايوه هي 16 سنه ها كله 16 سنه الحين 32 سنه كم يستوي عمره الحين 32 ترى مكبر عمره في عند ارباب هذا واحد ارباب كبر عمره 16 سنه ما في قرقر ارباب يلا مشكور يا نسيم يلا في مال يا جماعه مشكوري مبسوط داخل يونايتد عرب اميريتس نمبر 1 ها وانت يالس عند ناس روح من نمبر 1 جزاك الله خير يلا سلام عليكم نسيم مع السلامه يلا كرمكم الله حبيبي مع السلامه خالد يا جماعه شفتوا الله يولد عمره بزاي هذا هني عندكم في البيت ما شاء الله ما شاء الله أكرمكم الله لا خليت منك أكرمكم الله مشكورين على حسن الاستقبال ومشكورين على حسن الضيافة بارك وينك يا مليح هذا عاد الحين مظهرنا بوية من هالشارع الفنان دنيا بوية غدت دنيا بوية غدت كلها شوارع فنانة مكان زين ما أدري كيف يقولون زحمة كم ساعة يوم الحين هني صابتنا الزحمة صابتنا الزحمة شو اسمه الشارع هذا؟ شارع العابر شارع الإمارات يمكن أظني 10 دقائق
هي او 20 دقيقه يمكن. اي والله لكن وايد ابطينا ونحن جايين تقريبا ظاهرين الساعه 4 وصلنا الساعه 8:30. ما ادري ليش هالكثر اخذنا احنا ابو لو بعدنا سارين الحسا كان وصلنا من الوقت. سبحان الله وايد ابطينا لين وصلنا والله. هي 4 ساعات ظاهرين 4 وصلنا الساعه 8:30 اذان العشيه الدن ونحن خدر نحضر خيمه العزاء مده ما ادري كيف يلعب ابطينا هالنمونه نمشي يعني 120 و30 لكن سبحان الله شو اللي خلانا ناخذ هالكثر تيم يعني الله اعلم سبحانك يا رب. والله كلها تسور والله ما هي هالبقعه من سنه تقيانوس ما لي عد بهالبقعه عيمانيه العام يوم التخرج هبلا هب تخرج مال احتفال وزارة مال احتفال عيمان باليوم اليوبيل الشرطة اليوبيل الذهبي مال الفضي العام وقبل هذا 30 سنة ما طحت عيمان وحينا ما شاء الله يتولنها ما شاء الله بلاد فنانة تغنيها ليل شرحة للبلاد وهلها أشرح يحافظ على عيمان ومسكن فيها.